ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيرا. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. الشيخ علي جابر. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا لا يملون القرآن اسمه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسمع الأذان منه؟ أذن أذان في مقام اسمه مقام النهاوند. أسمع منه الأذان؟ أسمع؟ الله أكبر الله
الشيخ الشيخ ابراهيم الشيخ ياسر الدوسري هو احلى صوت ياسر الدوسري هو احلى شيء هو مقام دائما بيجي عالي الدوسري ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا صبك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد العراقية تلاوة العراقية ونختم إن شاء الله الأهل العراق لهم تلاوات خاصة اللي فيها الشجر وفيها الحزن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم ما يبدل القول لدي وما أنا بضلال للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
السلام عليكم أم يوسف وخير الجزاء ورنا إن شاء الله جلسات أخرى نكون فيها أجواء الحرم بإذن الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خير الله سبحانه وتعالى الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له